هاي جايز، النهاردة هنعمل جولة في ماي سيتي هوم الجديدة، ويلا نبدأ الجولة. ده الشارع، وكنا لما كنا نعمل كده كده بجيب لعبة، بس مش عارفة ليه دلوقتي مش بتعمل. وده محل، ومحل حلويات يعني، ونضارات كده، في شيب حلويات وعصاير وايس كريم، ودي نضارات، وده حاجة كارت تقريبا اتكلم فيه. نحطه كده اهو، هو هينزل لكم لعبة تاكو تكتين كده على ده، لما يعمل كده، مش ده، لا كده التاكو كده تكتين، وهينزل لكم لعبة ممكن اكتر. وهنشوف دلوقتي المحل، في محل فوق هنشوفه، انا بس نسيت اوريكم الشخصيات وهنشوفها دلوقتي. ده الاب وهو عامل يعني، ودي الأم، وده تقريبا الولد كبير، ودي تقريبا البنت برضو كبيرة بس بتشتغل هنا مش عارفة، وده ولد صغير شوية، بنت صغيرة، بنتين يعني، والبيبي. ويلا نشوف دلوقتي المحل بيبيع باروكة اهو كده، وفي الباروكة اللي في اللي هي ماي تاون ستريت فان، هي دي اهو باروكة، وده زي الكاشير، وده اللبس، لبس كتير حلو. تعالوا دلوقتي ونشوف المكنة دي، ثانيها مش بعرف اجيب اللبس، مش عارفة ليه. انتوا تعالوا نشوف ممكن نغير اللون كده، ونخلي الرسومات شكل تاني، عايزينه مثلا ده كده اهو، كده شكله كده. التيشيرت كان شكله احمر مفهوش ولا سادة يعني. ودلوقتي هنشوف البيت او البيتين، انا مش عارفة يعني، هو ده. هندخل دلوقتي، ده شيء، ده حاجة كده قبل، انا مش عارفة ايه ده يعني، بس هوريكم الحاجات اللي فيه. ده حاجات اللي احنا بنمسح بيها، ودي قطة، وده قطتين، وده مش عارفة ايه ده، ودي طفاية حريق، وده مش عارفة ازاي بيتفتح، وده انذار او حاجة كده بتبل الدنيا، مش عارفة يعني. خلاص اهو وقفته اهو، ده دورك بس مش بيتفتح، واهي هو ده. يلا بقى نطلع فوق نشوف البيت، ده المطبخ، تلاجة، والفرن، حوض، وده زي البيتزا والشيبسي الأكل يعني، ودي عصاير وشيبسي، وده تلفزيون اهو، وده زي الموسيقى عليك الصوت اهي، هي زي ثانية واحدة بس اهو. يلا نشوف اوضة النوم، هنشوف اوضة الاب والام، اهي الستارة والتلفزيون والمكياج اهو، وده اللبس، وده لبس بيبيز، وده لبس الكبار اهو، وده الحمام. ويلا نشوف أوضة الولد، دي أوضة الولد، وده لبس زي النمر بس مش عارفة اطلعه قوي يعني اهو،
نغسل بس دي عشان نعرف نقلب اللبس. لبس كتير، كمبيوتر، تلفزيون اهو، وده السرير، موسيقى، وده درج او دولاب صغير. يلا نشوف البيت التاني او بقية البيت، انا مش عارفة بصراحة. بصوا لما احنا بنطلع كده بيجيب بيت تاني او نفس البيت، بس تعالوا نشوف يعني البيت التاني او نفس البيت. ده الليفينج او الصالة، تلفزيون برضو، وده مايك تهيألي يعني، او لعبة مش عارفة، دولاب فيه كتب، موسيقى برضو، ودي حاجة بتتحط فيها القطط او الكلاب. ده يلا نشوف بقية البيت. ده الحمام، فيمكن يكون بيت تاني. ويلا نشوف أوضة النوم بتاعت الأم والأب، أهو لبس، أهو، وده لبس البيبي، لبس كتير، وده المكياج والسشوار وحاجات البيبي اهي، وده السرير وسرير البيبي واللعبة بتاعته، حصان. وهتكون اخر حاجة مش عارفة يعني اوضة البنت. هتكون اخر حاجة اوضة البنت، اهي اوضة البنت، ولبس كتير. ده اللي ماي تاون بوليس تقريبا، دجاجة دي، لبس كتير ولعبة فيدج سبينر، ودي ستارة ومكياج بودرة وكمبيوتر كاميرا، وده الموبايل. ثانية واحدة، ومش عارفة دي الساعة ولا الموبايل. طيب وكده بتكون خلصت حلقتنا. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب. باي.